استصدار بطاقة ملكية بدل فاقد عن طريق تطبيق وزارة الداخلية. لاستصدار بدل فاقد، قم أولاً بتسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. اذهب إلى قائمة المرور تحت قسم ترخيص المركبات، اختر بدل فاقد، اختر رقم المركبة التي تريد استصدار ملكية بدل فاقد لها. ستظهر لك رسوم الخدمة، قم بالدفع بالضغط على ادفع الآن وقم بإدخال بيانات بطاقة الائتمان. قم بعدها بإدخال عنوانك البريدي الذي سيتم إرسال البطاقة إليه. خدماتك بين يديك.